FM. الكلمة ليك مستر تك. عجبتك الساحة؟ اي ساحة قالت لوجع على الساحة التكنولوجية هو بحر مش ساحة. تحية غازي مالك طبعا. تحية غازي واحد على سلامتكم ومرحبا بكم في المستر تك. من المتعارف عليه انه الاعمال التشكيلية لفنان ديما تقعد معقدة وشخصية برشا، دونك من المستحيل تقريبا اعادة الانشاء نتاعها. اغلب التابلوات الموجودة في العالم ما نجموش نعاودوا نصوروها مرة اخرى، لكن يبدو انه الفكرة دي مش صحيحة بعد الان. بعد الابليكاسيون جديدة اسمها بريزما اللي هي تنجم تخليكم تحصلوا على صورة نتاعكم من وحي اعمال بيكاسو على السمارت فون نتاعكم، اللي هي عليكم انكم تليشارجيوها وتختاروا زاد التصوير اللي تحبوا معناها تابليكيو عليها الفيتر هذايا، واللي باش نجم يعاود لكم التصويره هي بيدها مي باللومبرانت نتاع بيكاسو. دونك من خلال استخدام يعني توليفه الخاصه بين الشبكات العصبيه الموجوده والتقنيات نتاع الذكاء الاصطناعي باش تكون نتيجه متماثله في تحفه بصريه حقيقيه تمتع برشا العين. الامر ما يتعلقش بمجرد وضع الفيتر اللي كيما موجود على الانستغرام، هو عباره في الواقع على مسح تاع بيانات الكل موجودة فيها للإدماج متاع النمط الخاص اللي ذي كل النجم يعمل إعادة تشكيل متاع الخطوط والألوان والملامح متاع الوجه وإلا التصويرة اللي تصورت بها الكل. دونك نجم تتأكدوا أنكم ما كومش باش تندموا على الابليكاسيون هذه إذا كان تجربوها. نجم زادة يعني تشوفوا آخر الفيتروات الموجودة في الابليكاسيون هذه أبار اللي معناها الفيتر اللي كنت نحكي عليه، وباش يتم إصدار نسخة من الابليكاسيون هذه بمقاطع فيديو وين باش تمكنوا من إنتاج فيديو خاص بكم بنفس الكاليتي متاع التابلو اللي موجود والموجودين في العالم الكل. بيان سور كي نحكيو على اللمسات نتاع بيكاسو هذا كل باش تلقاوه على الانستغرام ماهوش على الفيسبوك. دونك لابليكاسيون بريزما هذيا متوفره الى حد الان كان على الاب ستور يعني من بالنسبه للمستخدمي نتاع الايفون. بالنسبه لجماعه الاندرويد اللي عنده تليفون اندرويد نقول له راهو مازال شويه بركه باش تنجم تعمل ابليكاسيون من هنا حتى لاخر شهر جويليا. الأكيد أنكم لاحظتوا كمستخدمين شبكة الفيسبوك أنه الموقع يعرض عليكم أشخاص قابلتهم في الحقيقة، دونك أنكم كسوا قراب من بحذكم وإلا حاجة ساعات يقول لك معناها كونيسي فو العبد هذاك ميم حتى هو ماهوش أمين معاك على الفيسبوك. سوجيستيون يجيك الأول. إكزاكتومون، دونك لا ميم حتى مش أمين نجم يكادريه السيد هذاك في التصويرة ويقول لك معناها تعرفوش الشخص هذا. دونك يبدو أنه الفيسبوك يراقب الأماكن نتاع التواجد نتاعنا، يظهر لكم زاد الأشخاص اللي كانوا حاضرين في نفس الموقع الجغرافي نتاعكم. هو ما أثار حفيظة برشا ناس ومستعملين خاصة نتاع الفيسبوك انه اعتبروا شيء هذا اعتداء على خصوصياتهم. دونك في اجابه على الاحتجاجات هذه افادت اداره شبكه الفيسبوك انه الموقع الجغرافي ليس العامل الوحيد يعني بالنسبه للمعادله اللي قاعد يقوم فيها معناها الموقع ولا معناها شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك لتحديد المعنى القائمه كامله نتاع الاصدقاء اللي ممكن نجم تعرفهم. دونك هنا ثم عوامل اخرى كما المدارس كما لي فاكولتي كما حتى للليان معناها داميتي اللي موجوده بيناتكم حتى علاقه نتاع الخدمه والاصدقاء اللي زامي اون كومان ما بيناتكم. هنا يعني مش ما نجموش معناها ما نغافلوا الحقيقه ونقولوا ان المستخدمين معناها هما بيدهم مساهمين في الاختراق هذايا للخصوصيات نتاعهم، بيسكو هما اللي يعطيو لي دوني نتاعهم الكل للاداره نتاع الفيسبوك، هما اللي يعطيو ميم حتى الهيستوريك نتاعهم شنو الموجود عندهم لادريس ايميل نمبر تليفون. دونك لي كودوني كل موجودين عند دات الفيسبوك ماهوش مغصب عليه شيء هذايا. دونك كانت هذه اول حاجه موجوده بالنسبه للفيسبوك. دونك في الواقع الشبكه تاع التواصل الاجتماعي ما تهتمش سوى بالاعلانات اللي يعني توصلها للشبكات نتاع العلاقات الاجتماعية متاعك، ولا زادة ما يجعل العالم توا مفرط معناها بالنسبة للاتصالات بشيء معناها بشكل مفزع برشا. وهو الهدف متاع الفيسبوك انه توسيع الشبكة متاعه خاصة على المستخدمين وخاصة كي نحكيو على الباز دوني الموجودة. دونك هذايا مازال إلى حد الآن معناها أقوال متضاربة ما بين إدارة الفيسبوك وبعض المستعملين اللي يراو انه ثم اختراق الخصوصية متاعهم. بار كونتر برشا ناس تستعمل فيسبوك مش بسيف. يبدو انه الاضافه جديده والا الموديفيكاسيون جديده من لعبه فيفا 17 باش تكون خبر سار لعشاق النوع هذايا من لي جو، خاصه نعرفوا النوع الشهير نتاع الاي اي سبورتس. دونك اليوم نحكيو على الاضافه اللي سنوها برشا ناس منذ سنوات. كشفت شركه الانترتينمنت ارتس انه التصميم نتاع الالعاب الفيديو عن نظام جديد يجعل معناها من الركلات نتاعها يعني لي شوت اللي باش يشوتوا كره مخالفات مباشره والا ركنيات ولا حتى لي توش اكثر متعه ودقه يعني في معناها في التصويب، وكيف كيف تتم الحريه في التنفيذ اللي هو الامر يعني اللي ازعج اللاعبين تاع الفيفا او البي او اس البري ايفولوسيون سكور. دونك باعتبار الصعوبه للتنفيذ نتاعها انا مخالفه مباشره صعيب برشا باش تمركي يعني كوفرون ديريكت، وتوا في الموديفيكاسيون الجديده اللي موجوده على الفيفا 17 نجمو تمركيو دي كوفرون. هذا كل قادو يستناو فيه برشا ناس خاصه على الفيفا بما انه الفيفا اصعب برشا من البرو. دونك برشا ناس قاعده تستنى في الموديفيكاسيون اللي باش تجي الايامات الجايه على الفيفا 17.
نحكيه على المجموعة من التسريبات منذ ساعات على شبكة العنكبوتية عن أخبار جديدة بخصوص الآيفون 7 الجديد. دونك اليوم نحكيه على دو موديفيكاسيون وأخرين ومعنا دوز إضافات أخرين من المنتظر أنه بشتلقاهم في المولود الجديد متاع الشركة الأمريكية العملاقة. دونك تسريبات أعلن عليها موقع ماي درايفر الصيني اللي هو قريب من شركة فوكس كون المصنع الأبرز الشركة اللي معناها اللي هواتف الآيفون. نعرف برشا ناس الآيفون ما هوش قاعد تصنع في أمريكا, تصنع في الصين عن شركة اسمها فوكس كون وبعد يرجع لأمريكا يتباع مرة أخرى باسم الشركة الأمريكية. دونك الأولى الموديفيكاسيون الأولى أنه التليفون اسمه الفون بيش يكون بيانسور معاملها مطابق للمعايير متاع الـ IP68 اللي هي التكنولوجي لازم شوية وقت مش نجم نفسركم عليها, تنجم تقرأوها في الجوجل يكتبوا IP68 وتفهموا مش معناها الموديفيكاسيون هذية وكيف كيف زادا أنه يجعل التليفون هذية واتر ريزيست يعني كما السوني إكسبيريا اللي كان موجود أقبل واللي هو لمدة نصف ساعة كاملة نجم يقعد تحت الماء التليفون مش كما التليفونات الأخرين. نحكيو على الكاركتيرستيك الثانية اللي زادت كيف كيف زادا الخاصية متاع الشارج معناها مش بالكابل معناها سون كابل سون فيل نجم تشارج تليفونك سون فيل هذايا بيانسور من خلال الطبقة متاع المعادن القابلة معناها للتكاسل معناها فيها الأوكسيداسيون الكوش هذايا من المنظر أنه مش متأخر برشا الموعد إطلاق متاع الرسمي متاع السمارت فون بيانسور آيفون 7 إلى حدود نهاية العام هذايا ماكسيموم في ديسمبر. نحكي في تمشي جديد اختار أن يمضي فيه معهد فيدرال بوليتكنيك السويسري المنظر أنه ترى طائرة مستقبلية النور. دونك اليوم نحكيه من خلال نموذج الطائرة اللي هي عبارة على كبسول معناها تحمل مباشرة معناها معناها تخليك معناها تدخل في وسط الطائرة واللي هي تسافر بيك جو واللي هي تقوم زادة بالإيصال متاعك عبر الموجات معناها السكك الحديدية. دونك اليوم الطائرة دي تنجم تعمل معناها أتيريساج بالنسبة للسكة متاع الترا. ودونك برشا حاجات موجودة في الطائرة دي جديدة اللي مازال في ديزاين كهو طائرة دي اسمها كليب اير واللي قاعدة توا في الديزاين الاخراني متاحها ونطندون تولي على أرض الواقع. نكملوا اخيرا بالنسبه للناس اللي تلوج في مواطن شغل. دونك لازم القائمون على المشروع تونس الذكيه اللي تتمحور اهدافه الكل على تدعيم موقع تونس كواجهه مميزه للشركات الاجنبيه في ميدان التكنولوجيا الاتصال والمعلومات. دونك هنا حدث هام يمثل في فرصه كبيره للباحثين عن شغل وخاصه اللي يسجلوا في البرنامج هذا منذ اكثر من شهر. دونك الحدث هذا هو عباره على ملتقى ضخم بشجع تواجد عديد من الشركات تحت اسم سمارت تونسيا فير جوب. دونك هذا باش يكون نهار 3 جويليا بفضاء ارينا بضفاف البحيرة تونس. ثم حاجة غازي؟ لا 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 تفضل. لا لازم تفضل. فهمت علاش انا قلت لك سيبو غازي اخذ صوتي هرب شوية. دونك تنجموا تدخلوا على سمارت تونيزيا بالنسبة للناس اللي تحب تلوج مواطن بتاع الشغل اللي توا معنا الصالون هذي يوفر 300 موطن شغل الى حد الان. 300 موطن شغل اي كعدد اولي بولو مامو في ديزاين يعني الناس باش تدخل تعمل انسكريبسيون خاصة نحكيو على اصحاب الشهادات العليا. مستر تك طاولة تاليكم اليوم أنا شو متحدث تتفرج فيها على الفاش فيسبوك متاعنا راديو كما فهم العدخوا www.capradio.in. كابا فهم الكلمة ليك.